أحمد ملا طلال. السلام عليكم. بيانات التقدير السنوي للاحتياطات الأجنبية الصادر عن البنك المركزي العراقي أظهرت اليوم أداء إيجابي بعام 2018 مقارنة بالأداء نفسه بعام 2017، والأرقام تتحدث عن نمو الاحتياطات الأجنبية بنسبة 32.6%. هذه الاحتياطات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالفرق المتحقق بين مشتريات البنك من الدولار من وزارة المالية ومبيعاته من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها. التقرير أوضح أنه النمو على مستوى المحافظ الاستثمارية بعملة الدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 25% تقريبا عما كانت عليه بعام 2017، أما شريحة الذهب فارتفعت قيمتها بنسبة 6% تقريبا. الارتفاع بشريحة الذهب اجى نتيجة لزيادة الاستثمار بهذا الأصل، والاحتياطات بلغت ما يقارب 96 طن بالعام الماضي، علما أن العراق اجى بالمرتبة الخامسة عربيا والسابعة والثلاثين عالميا بحيازة احتياط الذهب. كذلك ازدادت الاستثمارات بالصكوك الإسلامية اللي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية وبنسبة 33% تقريبا، أما محفظة عملة الدولار الأسترالي فارتفعت بنسبة 1.6%. أخبار النقد والمال الإيجابية استرعت انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو صواريخ الحشد البالستية تستدعي بومبيو إلى الشرق الأوسط. بأفلام الأكشن الأمريكية دائما المطاردات تصير بأماكن وعرة، أماكن الحركة بها صعبة والمرونة مفقودة. نفس الشيء تقريبا صاير حاليا بين محور إيران ومحور أمريكا. المطاردة مستمرة ولحظة الصدام مؤجلة، والخريطة تمتد من العراق لسوريا ومن لبنان لليمن. كل طرف يحاول يلقى له مجالات يتحرك بها، وبالوقت اللي الطرف الثاني يحاول يضيق الخناق على خصمه. شنو الجديد بهالخصوص؟ الجديد انه مايك بومبيو وزير الخارجيه الامريكي بدا اليوم جوله شرق اوسطيه حاسمه يحاول بها توسيع مديات المناوره وتضييق المجال على محور ايران. الجوله بدت من الكويت وراح تشمل اسرائيل، وبعد ذلك تمتد لبيروت، ولربما بومبيو يمر على العراق اللي يراد قطع الاذرع الايرانيه به، خصوصا بعد المعلومات الاستخباريه اللي تأكد انه بعض فصائل الحشد الشعبي استلمت صواريخ بالستية بعيدة ومتوسطة المدى من ايران، ممكن اعتبارها تهديد حقيقي لاسرائيل ولدول الناتو العربي. المعطيات هواية وبها تعقيدات، بس اهم ما بيها انه واشنطن تعتقد انه النفوذ الايراني جاي يتعاظم، والتنسيق مع العراق وسوريا صاير خطير بقرينة الاجتماع الأمن الثلاثي اللي انعقد قبل يومين بدمشق بين رؤساء أركان الدول الثلاثة. بالتالي لا خيار سوى تدعيم وضع الناتو العربي استراتيجيا ولوجستيا، ومد أذرعه باليمن عسكريا وفي لبنان سياسيا، أما في العراق فعسكريا وسياسيا. هذا هو فحوى نظرية واشنطن. بومبيو قالها تلميحا وتصريحا، ونفس الفحوى كررها المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي. زين، عمليا ايش راح يسوي بومبيو بجولته؟
بالكويت الكواليس تتحدث انه راح يطلب منها عدم الانفتاح على ايران، وباسرائيل راح يعيد التاكيد على اولويه الامن الاسرائيلي بالنسبه لواشنطن، وهذا ما ممكن يتم الا بمحاصره الخطر الايراني. اما في لبنان فواضح انه بومبيو مصر على ايصال رساله ان الولايات المتحده غير مقتنعه بالفكره اللي يروج لها بعض الساسه اللبنانيين من انه حزب الله مكون سياسي الى جمهور وكتله نيابيه وبالتالي لازم يدخل الحكومه. بومبيو رايح لبيروت وبجيبه كارت احمر امريكي بريطاني مكتوب عليه انه حزب الله ارهابي وما له مكان بالحكم ويجب تحجيم دوره. لا بل ربما بومبيو راح يكرر عبارته الشهيره اللي قالها بالقاهره قبل شهر: ان اعتقدت ايران انها تملك لبنان فهي مخطئه. طيب العراق شنو دوره بهالمطارده المعقده؟ العراق حاله حال العبريه. واشنطن تعتقد انه صار حديقه خلفيه للحرس الثوري، وبعض فصائل الحشد صارت تمتلك صواريخ باليستيه بعيده ومتوسطه المدى، وهذا الموضوع مسبب لواشنطن واطراف الناتو العربي قلق مو طبيعي. ولهذا نيويورك تايمز اليوم حكت عن انه واشنطن بصدد فرض عقوبات على بعض الفصائل بالحشد وياها شخصيات عراقيه ذات ولاء ايراني. وهاي الخطوه شبيهه باللي صار بالشهر الرابع من عام 2018 من انفرضت على النجباء وفصيل اخر نفس العقوبات. هالمره المقترح يتضمن خطه اوسع، وهو اعتبار الحرس الثوري كله منظمه ارهابيه ويا عدد من الفصائل العراقيه التابعه له وكذلك بعض الشخصيات القياديه. الخلاصه شنو؟ لا خلاصه ولا هم يحزنون. الفيلم الامريكي مشوق ويحبس الانفاس، المطارده مستمره والاماكن وعره والمواجهه مؤجله بامر المخرج، بس لا تستبعدون تندلع باي لحظه بجبال اليمن او ساحل بيروت او صحراء العراق، كل شيء وارد بما في ذلك قراءه ذا اند وانتظار الجزء الثاني قريبا. ارحب بكم وناقش هذا الملف مع النائب احمد الاسدي النائب عن تحالف الفتح اللي لم يصل الى الاستوديو حتى الان، بس لا يزيت بالصواريخ البالستيه. زين ننتظر ان شاء الله قريبا يوصل. كذلك مع الدكتور احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، ومن عمان مع الدكتور غازي فيصل المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه. حياكم الله ضيوفي الكرام، وخلوني ابدي ويا عمان وأسمع قراءة من الدكتور غازي لطبيعة هذه الزيارة اللي يقوم بها بومبيو للشرق الأوسط اللي بداها اليوم الكويت، وعن سبب تكرار زيارته هو قبل تقريبا شهر أيضا كان بالمنطقة وأجرى نفس الجولة. نعم شكرا جزيلا وتحية لضيفك الكريم الدكتور الشمري. أعتقد هذه الزيارة تشكل محطة ضمن إطار المحطات السابقة الاستراتيجية الأمريكية. نتذكر مثل ما أشرت جنابك في المقدمة زيارة بومبيو إلى القاهرة، وعبر بشكل صريح انتقال أمريكا أو الاستراتيجية الأمريكية من سياسة الاحتواء إلى المواجهة، وهذا تحول خطير في طبيعة علاقات القوة أو الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران. بعدها كان هناك مؤتمر وارشو وأيضا مؤتمر الأمن الأوروبي، موقف بريطانيا من حزب الله اللي اعتبرته منظمة إرهابية، اليوم موقف الأمين العام للأمم المتحدة من حزب الله وأسلحة حزب الله والصواريخ والأنفاق وضرورة نأي الحكومة اللبنانية عن هذه الصراعات الإقليمية أو الانحياز لحزب الله. اليوم هناك توتر في طبيعة العلاقات العسكرية إذا جاز السبيل والأمنية على صعيد دول الشرق الأوسط، لبنان، سوريا، إيران، العراق، إضافة للخليج العربي بجانب إسرائيل اليوم اللي شكل لاعب أيضا
حيوي جدا ومهم على صعيد أيضا علاقات القوى العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. لا ننسى روسيا، الاستراتيجية الأمريكية بالنهاية واضحة، هي باتجاه بناء تحالف عسكري استراتيجي للشرق الأوسط، أطلق عليه مجازا الناتو. ونذكر أيضا بالقمم الثلاث في الرياض اللي رسمت معالم الاستراتيجية السياسية العسكرية الاقتصادية للشرق الأوسط. أمريكا تذهب باتجاه جعل هذه المنطقة من منطقة حروب وعنف وإرهاب ومنظمات إرهابية ودولة الخلافة الإرهابية وغيرها والقاعدة إلى منطقة للتعايش للسلام للشراكة، كما أشارت بصورة واضحة أولبرايت وهادلي في التقرير الخاص عن مستقبل الشرق الأوسط. إذا نحن اليوم أمام هذه الزيارة الجديدة، أمام محطة لإعادة صياغة الشرق الأوسط ضمن إطار الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. أمريكا تمتلك 45 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تمتلك تحالفات قوية. نعم جيد، خليني أرجع للاستوديو. أسأل دكتور إحسان، هذه المواجهة قد يكون العراق واحد من أهم ساحاتها، وواضح جدا أنه العراق سواء كان على المستوى الرسمي أو على مستويات أخرى يمتلك علاقات متميزة مع إيران. أسأل عن الحرج اللي ممكن تكون به الحكومة العراقية فيما لو شاءت بعض الأطراف أن تتعامل مع هذا مع الأجندة الأمريكية الجديدة بطريقة أخرى تختلف عما تريد الحكومة العراقية. تحياتي لك أستاذ أحمد، دكتور فيصل غازي، ولمشاهدي قناتكم الكرام. بكل الأحوال لا يمكن أن تخرج من دائرة الحرج، خصوصا فيما يرتبط ببعض الجهات السياسية أو حتى الفصائل المسلحة ذات الصلة الوثيقة جدا مع إيران، خصوصا وأن زيارة بومبيو أو الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترمي بثقلها على مستوى المنطقة من أجل زيادة العزلة على إيران. هذه العزلة التي باتت تؤتي ثمارها، ولذلك هذه الزيارة لبومبيو على مستوى المنطقة أنا أعتقد أنها قد تضاعف من هذه العزلة، وبالتالي هي محاولة لإرضاخ إيران بكل الأحوال للرؤية الأمريكية التي جزء منها حسب ما نشرت يعني على مستوى الاشتراطات هو قضية الفصائل المسلحة الموجودة هنا أو ما اعتبرت هذا الحرج. الحرج اللي أشرت لأنا بالسؤال، حرج الحكومة العراقية يقول لك ما عندنا فصائل مسلحة. يجوز قبل تأسيس هيئة الحشد الشعبي، قبل تنظيمها بقانون، ممكن أمريكا من حقها تطلق أي وصف. الآن بعد أن نتقن وجود الحشد الشعبي وصار هيئة تابعة وصنف من صنوف القوات المسلحة، بعد ما من حق الولايات المتحدة الأمريكية تطلق، واليوم أكو قانون قريبا يجوز يصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هو يعني أنا يخص فرض أو يعني فرض عقوبات ودرج أسماء مهمة لفصائل مسلحة عراقية على قائمة الإرهاب. رسميا لم يصدر من هيئة الحشد الشعبي التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة يعني ما يمكن أن يخالف بشكل كبير السياسة العامة للدولة، لكن الأجنحة السياسية لهذه الفصائل هي من تتحرك، ولذلك هناك تشويش في هذا الموضوع بالتحديد حتى يؤخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد، ويعني ليست تعتقد فقط وإنما تمتلك الأدلة حسب دفوعاتها بأن هذه الفصائل حتى وإن انضوت تحت مظلة الحشد الشعبي فهي بكل الأحوال وثيقة الصلة مع إيران. هذا الموضوع أنا معك يعني ممكن أن يدفع بمزيد من الضغط على الحكومة العراقية، لكن طبيعة التصريحات الأخيرة التي صدرت من رئيس الحكومة تبين بما لا يقبل الشك أن العراق لن يستمع أو حتى لن يلتزم بالقرارات التي تصدر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أحيانا هاي حسبة نفسها الحكومة على إيران بالحالة. إذا أمريكا مقتنعة أن هناك فصائل عراقية داخل الحشد الشعبي تدين بالولاء إلى إيران، ثم تأتي الحكومة العراقية، المشكلة مو فقط بهذا الجانب، المشكلة وتقول أنه أنا خلص أنا ما أعترف شيء يخصها أمريكا أنه تضع فصيل معين على قائمة المنظمات الإرهابية. الحكومة حسبت نفسها على محور المقاومة بهالحالة. القضية هي ترتبط في أنه لا وصاية من ناحية السيادة، لا وصاية للولايات المتحدة الأمريكية على العراق، هذا أولا. لكن مقابل ذلك، مقابل هذا الموضوع، يعني قد نرى أن قضية عدم الالتزام بهذا الموضوع هو شأن داخلي يرتبط بالسيادة، لكن هناك تداعيات أكبر من هذا الموضوع ستترتب على العراق بكل الأحوال إذا لم يستطع
فك الاشتباك ما بين هذه الفصائل من جهة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة. هذا الاشتباك لن يتم يعني تسويته إلا في حال وجود تسوية ما بين واشنطن وما بين طهران. ولذلك ليش احنا ما عندنا حل مثلا بالعراق؟ يعني ننتظر شو وقت تسوية العراق نبقى بهالمرجوحة هاي لو أمريكا الإيران. يعني أستاذ أحمد العراق أسس يعني منذ حكومة الدكتور حيدر العبادي ولا زالت تمضي هذه السياسة أنه على مستوى سياسة الحياد التي يمكن أن تنأى بالعراق أو أن يكون طرفا في الصراع الآن الدائر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. وبهذا يعني قضية أن العراق يدخل على خط الأزمة يعني لا أتصور الموضوع أعمق بكثير. يعني ممكن أن يكون مساحة أو طاولة حوار. إيران الآن إيران تنظر إلى العراق على أنه رئة سياسية. طبيعة العزلة الاختناق الدولي العزلة الدولية تجد في العراق ولذلك يمكن أن يلعب هذا الدور. أما أن يكون طرفا أو حتى أن يتموضع مع إيران أو يتموضع مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكلف العراق كثيرا ليس أقلها الانقسام الداخلي السياسي. بل السؤال عن المقومات اللي تمتلكها الدولة العراقية حتى تكون على الحياد بين موقفين موقف أمريكي وموقف المقوم إيراني. يعني أنا بتصور أن واحدة من أهم العوامل التي يمتلكها العراق هو قضية أن هو مصدر ثقة يعني للطرفين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإيران. يعني هذه منذ سنوات يعني نتحدث عن سنوات مضت ما يقارب الثلاث سنوات أو نحن الآن دخلنا في سنة رابعة. يعني يا عراق تحكم هنا ناس سؤال يعني أكو عراق مصدر ثقة لإيران وأكو عراق مصدر ثقة لأمريكا. يعني يا عراق تحكي يعني صحيح أكو انقسام. يعني هي قضية أنا أتحدث لك يعني على المستوى الرسمي وعلى مستوى الدولة. يعني العراق مصدر ثقة بالنسبة لكل الأطراف ليس الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران وإنما لكل المنطقة والمنظومة الغربية. لكن لا يمكن أن ننكر وجود مخاوف يعني لدى هاتين الدولتين بأن هناك قد يكون أطراف تدين بالولاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أن أطراف تدين بالنسبة للولاء إلى إيران. وهذا بكل الأحوال يتوقف على قدرة اللاعب الداخلي بالتحديد في قضية هذا اللاعب الداخلي وصل. أي والله وصل. أنا قلت كان يزيت بصاريخ البالستية تأخر علينا. يا حياك الله أستاذ أحمد. كنا زيت بهن. مو كنت زيت بهن؟ مرحبا وخير. أبارك لك ما شاء الله ما شاء الله. وصار عندنا صاريخ بالستية يعني أحد قطع يعني الجيش العراقي أو القوات الأمنية العراقية الحشد الشعبي صار عندنا صواريخ باليستية ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك والمشاهدين الأعزاء والأخ الدكتور حسان. صواريخ باليستية يعني أنت هالأيام هواي برامجك أكو صواريخ باليستية. شو وقت وصلتكم؟ يعني العراق ما أعتقد عنده صواريخ باليستية. بعد 2000 وبعد 91 بالحقيقة بدأ المفتشين الدوليين تفكيك هذه المنظومات. لكنه هنالك في الحشد الشعبي وأعتقد أيضا في الشرطة الاتحادية بس ما أعرف في وزارة الدفاع إذا أكو هاي المنظومة. هنالك مديرية الصواريخ موجودة في الحشد كما هي موجودة في باقي التشكيلات العسكرية وهي تعمل من أجل تطوير بالتأكيد تطوير نتاجاتها العسكرية لكنها لم تصل إلى حد أن تكون صواريخ باليستية. ما عندي تفاصيل دقيقة عن المدى الذي وصلت إليه صناعة الصواريخ. يعني المعركة وصلت إلى 4. أنا عندي معلومات طبعا معلومات هي أشارت لها رويترز قبل 3 أشهر. لا أكو تأكيد من معلومات استخباراتية حديثة أنه إيران أهدت الحشد الشعبي أهدت هدية الحشد الشعبي. هسه ما أعرف المغزى شنو والغاية منه. أهدت الحشد الشعبي صواريخ قد تكون باليستية قد تكون متوسطة قد تكون قصيرة المدى قد تكون من الأنواع الثلاثة. وجرى حديث حتى حول يعني في زيارة روحاني الأخيرة بلقاء بالسيد السيستاني. السيد السيستاني في إشارة واضحة على حصر السلاح في هذه الدولة كان العلاقة بالصواريخ البالستية. العلاقة بالصواريخ البالستية أزيدك من الشعبية. وزير ثامر السبهان في زيارته الأخيرة ناقش هذا الموضوع مع بعض القيادات الأمنية العراقية. وكل دول اللي احنا الناتو العربي تخشى من هذه الخطوة وتخشى أن تستخدم إيران
الحشد والأراضي العراقية لاستخدام هذا الصواريخ في أي مواجهة محتملة؟ أولاً الحشد باعتباره مؤسسة عسكرية عراقية، وبالتالي حصوله على أي سلاح سواء كان هذا السلاح سلاحاً خفيفاً أو سلاحاً متوسطاً أو سلاحاً ثقيلاً بالتأكيد سيكون من خلال الأطر القانونية ومن خلال الحكومة العراقية. فحينما تريد أي دولة أن تبيع أو تهدي إلى العراق منطلقة إلى طائرة أو صاروخ سيكون عن طريق القنوات الرسمية العراقية المعترف بها، وليس إهداء للحشد الشعبي مرة أو للداخلية أو للدفاع مرة أخرى. وعليه فلو كان مهما حمل وطيس بين بومبيو وظريف، بين روحاني وترامب، مهما حمي الوطيس خلص يبقى الموضوع من الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة. تأكيد. ليش يبالغ ليش يبالغ لعد يا دكتور غازي فيصل؟ ليش يبالغ بومبيو بتحركاته بطلباته برغباته؟ وليش يصف بعض الفصائل المسلحة العراقية على أنها فصائل موالية لإيران وتشكل خطر وتهديد على أمن الشرق الأوسط؟ نعم أستاذ أحمد، أذكر أن مسألة الصواريخ الفلسطينية هي من الخطوط الحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، من النقاط الـ 12 اللي تم تثبيتها في الشروط الأمريكية. اليوم غوتيريش أمين العام الأمم المتحدة يتحدث عن أهمية تقييد الصواريخ في لبنان وأيضا في إيران، وطالب من الدول في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم تزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ. الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجيتها لمواجهة إيران تعتبر مسألة تكنولوجيا الصواريخ والصواريخ وتطور الصواريخ والصواريخ البعيدة المدى والتجارب الصاروخية، هذه عليها ملاحظات كبيرة ومرفوضة من قبل الاستراتيجية الأمريكية باعتبارها ما يصير. مو منطقي دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك كافة أنواع الأسلحة وأحدث أنواع الأسلحة وأذكى أنواع الأسلحة وتريد تصلخ عدوتها من السلاح، يعني مو منطقي. كيف ممكن تتنازل إيران عن أي تكنولوجيا؟ وكيف ممكن تتنازل إيران عن حلفائها في العراق أو في لبنان وهي جاي تشوف أنياب أمريكا مفتوحة عليها؟ لا مو تعطيهم صواريخ، كل شيء تنطيهم. نعم لكن هنا تكمن المشكلة. إذا ستستمر إيران في حالة من حالات الصراع وتصعيد الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. أيضا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران دولة الأولى الراعية للإرهاب واللي تشكل تهديد خطير للاستقرار في المنطقة، وأيضا يعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي دولة مارقة. أذكرك بالتسعين 91 إيران ترى العكس تماما، العراق دولة مارقة. إيران ترى العكس تماما. ليش ما دول المنطقة الدول العربية اللي عندها موقف من إيران وإيران يجلسون على طاولة بيناتهم ويفضون مشاكلهم بدون أن تسعى هذه الدول للاستعانة بالقوى الأمريكية والضغط الأمريكي على إيران؟ نعم، لكن هناك أيضا جابه مشكلة أخرى. إيران عبر سياستها أيضا تتبع منهج خاطئ، بمعنى لو أنت معي أو ضدي. هذه مشكلة كبيرة، يعني لا يمكن أن تفرض إيران منطقها أو استراتيجيتها أو سياستها أو نظرية ولاية الفقيه أو رؤيتها للعالم أو طبيعة المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لا يمكن أن تفرضها على دول المنطقة. دول المنطقة متنوعة، يعني شمال أفريقيا، مصر، وحتى المغرب العربي، العراق، الكويت، دبي، السعودية، غيرها، الدول الأفريقية وهكذا. إيران مع الأسف تحاول تفرض منطقها أو رؤيتها للعلاقات الدولية المبنية على أساس المواجهة الكبرى بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول تفرضها على دول المنطقة ومنظمات المنطقة. أنا لا أعتقد أن هناك مبرر لدى حزب الله في لبنان لكي يمتلك أكثر من 132 إلى 150 ألف صاروخ، أو لديه قوى أو تنظيمات تجتاز الحدود السورية وتشارك في الحروب وموجودة في اليمن وممكن موجودة في ساحات أخرى. هذا شيء غير مقبول
بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة لإيران يعتبر جزء من استراتيجيتها للتمدد، للهيمنة، للاستحواذ، للنفوذ على منطقة الشرق الأوسط، نشر القيم والأفكار والمبادئ الإيرانية. لكن هذه المبادئ والأفكار، دكتور غازي، أنت أستاذي، مواني اللي أذكرك، هو حزب الله شو وقت تأسس؟ حزب الله تأسس بال 82 أبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان. زين إسرائيل أخليها تطب لبنان، لو حزب لو 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 لازم أسلح حزب الله وأحميها حتى إسرائيل. غير ناس جاي تدافع عن نفسها، وجهة النظر جت تقوها، ناس تدافع عن نفسها، شو أسوي لها يعني؟ يعني شو أريد يعني أسحب منها كل السلاح وأصفها بأنها منظمات إرهابية بأي منطق؟ صحيح نعم، نعم هذه من وجهة نظرك، لكن احنا وجهة نظرهم عمي لا تحمل المسؤولية. وجهة نظرهم النظر الأمريكية، أمريكا لا تعتبر حزب الله منظمة للمقاومة، تعتبر منظمة إرهابية. اي هاي وجهة نظرهم طبعا، وبناء على هذه وجهة النظر يتطور الصراع وياخذ آليات واشكال مختلفة. يعني احنا ممكن اليوم عبر هذا الحصار او العقوبات الاقتصادية، تتذكر جنابك الرئيس الايراني روحاني قبل يومين يتحدث عن صعوبات كبيرة في ايران بسبب هذه العقوبات. 80 مليون انسان ايراني، اكثر من 50 مليون انسان ايراني يعاني او يحتاج للمساعدة الغذائية، 35 مليون ايراني اليوم تحت مستوى خط الفقر. أرجع للاستوديو ويا دكتور إحسان. هذا أكو قناعة أمريكية راسخة بأنه الحكومة العراقية لا تمتلك كافة السيادة والقدرة والسيطرة على بعض القوى السياسية وأجنحة العسكرية، وهذا ما سيضع، أعود للسؤال الأول، هذا ما سيضع الحكومة في حرج شديد فيما إذا طلبت الولايات المتحدة موقف من هذه من الحكومة تجاه هذه الفصائل. دكتور حسن، طبعا هذه القناعة الأمريكية متأتية نتيجة صراع الفصائل المسلحة يعني ما بعد عام 2003 مع القوات الأمريكية المتواجدة، واستمرت هذه القناعة لدى واشنطن، وحتى بغض النظر عن الإدارات التي جاءت على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لا تزال هذه الصورة حاضرة على أن هذه الفصائل يعني من ناحية الولاء، يعني نتحدث الصورة الأمريكية والذهنية الأمريكية، لا تزال تمتلك هذه الصورة بأن هذه الفصائل هي تابعة إلى إيران من ناحية التسليح ومن ناحية العقيدة. أنا أتفق معك بأن قضية ضبط المواقف السياسية وأكثر من المواقف السياسية وقضية الاحتكاك، يعني فيما يبدو بأن المنطقة ماضية باتجاه الاشتباك، قد يكون اشتباك بسيط لن يتطور بشكل كامل، لكن الخوف الآن والقلق هو على مستوى الداخل العراقي على اعتبار أنه يمكن أن يتحول إلى ساحة صراع. لذلك هنا أكو استعدادات من الطرفين، يعني هاي الجولات المكوكية لبومبيو، أنظر إلى التحركات الإيرانية، سواء الاجتماع الثلاثي اللي صار بدمشق قبل يومين، وهذا حلف عسكري تقريبا، تنسيق أمني، حلف عسكري لا متنسق أمني، لا أنا كتحليل كان هدفه هو حماية كتحليل الحدود كتحليل وحماية الحدود العراقية السورية وتأمين هذا التواصل بين إيران العراق سوريا ثم لبنان، وهذا اللي رافضت الولايات المتحدة الأمريكية. كتحليل لن يكون هناك حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. زين. ابتداء يعني. زين. كل ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية هو زيادة العزلة وإخضاع إيران لقضية العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات فيما يرتبط بالملف النووي الإيراني. هذا واحد. وهذا يتأتى وفق شروط، يعني قضية الفصائل المسلحة اللي موجودة بمعزل هسه عن كانت ضمن الحشد الشعبي أو فصائل غير الحشد الشعبي، هذه ستكون واحدة من الملفات التي ستتفاوض عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر ليس مخفي، يعني من ضمن الاشتراطات اللي موجودة. القضية تكمن مرة أخرى أقول بأن قدرة اللاعب الداخلي العراقي على أن يجنب العراق هذه الكارثة إذا ما حدثت، يعني ليس فقط كارثة، إحنا لا نتحدث عن الاشتباك البسيط، لكن هناك تداعيات. الولايات المتحدة الأمريكية لا أتصور بأنها ستسمح لمزيد من الترابط ما بين إيران من جهة وما بين مرورا بالعراق ما يسمى باستراتيجية العبور الآمن للصواريخ للأسلحة أو حتى ممرات أخرى.
هذا يتوقف على قدرة اللاعب الداخلي العراقي، هل يمتلك القدرة؟ المشكلة اللاعب العراقي هو اللاعب العراقي خوش لاعب ويمتلك القدرة وبإمكانه بإمكانه أن يضع الصواريخ في أماكن آمنة وبإمكانه أن يعبر الصواريخ إلى سوريا ويوصلها للبنان. هو يتحدث عن اللاعب العراقي المدني والعسكري. زين. وهنا تكمن يعني القضية، المستوى الرسمي لن ينزلق أنا أتصور، وحتى النخبة السياسية لا تريد أن للعراق أن يكون طرفا، لكن المشكلة أتصور بأن الارتباط بعض الجهات السياسية سيستمر مع إيران، ويعني هذا بكل الأحوال يتطلب تقديم مصلحة العراق. دكتور إحسان الواقع يقول إنه أصدقاء إيران في العراق أقوى بكثير من أصدقاء أمريكا في العراق، يعني وجهة النظر السياسية الأمنية العسكرية سيفرضها أصدقاء إيران ما يفرضها أصدقاء أمريكا. لا، وأمريكا لن تستطيع التأثير على أصدقاء. واضح. احنا مشكلتنا بالعراق استاذ احمد، احنا الان في النصف ما بين صديق قوي وما بين جار قوي. القضيه انا اشوفها ابعد من ذلك، قد تمتلك ايران يعني بعض مصادر القوه على مستوى الداخل العراقي، لكن للولايات المتحده الامريكيه ايضا مصادر قوه اكبر بكثير، يعني اي الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان ننظر اليها بمعزل عن طبيعه تاثيراتها في المنطقه على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا يجب ان يتم الاعتراف به. لكن بتصوري النقطه الاهم الى حد هذه اللحظه ان امريكا تتفهم بان العراق يجب ان يستمر شريكا ناجحا لها بشروط، بشروط يجب ان يستمر بشروط. زين، شلون الحكومه العراقيه القوى السياسيه شلون تعي هاي المصلحه انه مصلحتي مع امريكا قد تضاهي او قد تفوق مصلحتي مع ايران؟ شلون اقدر اقنع القوى السياسيه الصديقه لايران بهي وجهه النظر هاي؟ الحكومه العراقيه ادارتها لهذا الملف اولا الاساس المعتمد هو مصلحه العراق بالتاكيد. الحكومه العراقيه ليس الحكومة الحالية فقط وإنما حتى الحكومات السابقة، هذا الملف ليس جديدا، ليس هي المرة الأولى التي يكون فيها العراق ما بين المحور الأمريكي والمحور الإيراني، وليست هي المرة الأولى التي تزداد فيها حدة الاشتباك إذا صح التعبير بين إيران من جهة وأمريكا من جهة أخرى. في 2004 و2005 في 2009 و2010 قبل الاتفاق النووي كانت حدة الاشتباكات وصلت إلى مراحل متقدمة، والعراق في نفس موقع الجغرافي وفي نفس موقع السياسي أيضا في ما بين هذين المحورين. لذلك الحكومة العراقية اليوم أو المفاوض العراقي أو صاحب القرار العراقي ينطلق من خلفية معرفية وتجربة على مدى 15 سنة من التعامل مع طرفي هذه القضية حتى يحفظ مصالحه. ليش الأمريكان الآن يعدون قانون ويعدون لستة بفصائل هذا يتعلق بأمريكا ما يتعلق بالعراق، هذا الأمر يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة. أنا يعني أنا مثلا أسأل الآن العصائب وهذه الفصائل، العصائب كمثال واضح من 2003 إلى 2011 كانت العصائب على رأس قائمة الفصائل التي قاومت الاحتلال الأمريكي وأوقعت به الكثير من الضربات ومصورة والعصائب تعلنها وتفتخر بها، عشرات إن لم يكن مئات القتلى من القوات الأمريكية والجرحى وغيرها، ولم تقدم القوى الإدارة الأمريكية ولا تنقرس على وضع العصائب على قائمة الإرهاب. بينما اليوم العصائب تعلن وببيانات رسمية أن قواتها وتشكيلاتها العسكرية أصبحت جزء من هيئة الحشد الشعبي وتدخل بالعملية السياسية وسرعتها 15 نائب وسرعتها وزيرين في الحكومة. تجل الإدارة الأمريكية أو الكونغرس الأمريكي يقدم مشروعا لوضع العصابة على قائمة الإرهاب. هذا يعني أن الأمر لا يتعلق بالداخل العراقي، إنما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية. هنالك إدارة تعتمد التصعيد في الملفات وتتبع اتجاهات بعيدة. من تريد تعتبر الحرس الثوري، الحرس الثوري كتنظيم عسكري إيراني تريد تعتبره خلينا نقول وتخليه على لائحة الإرهاب، هذا الشيء يخصها هي بصراحة وإيران. ليش تدمج فصائل عراقية وتعتبرها تابعة للحرس الثوري؟ لذلك خطابنا مع الإدارة الأمريكية أو من يمثلها سواء كان على مستوى السفارة أو على مستوى المبعوثين أو على مستوى الوزراء وكل من نتحدث معهم سواء كان من الدول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر صديقة للطرفين أو من مباشرة الحديث مع الإدارات الأمريكية، أننا نعتقد أن أمريكا اليوم
لديها حلف استراتيجي مع العراق ومصالح مشتركة كثيرة، كما أن العراق لديه تحالف استراتيجي مع الجمهورية الإسلامية وهنالك مصالح كثيرة. الذهاب باتجاه دفع العراق أما أن تكون معي أو تكون ضدي ليس في صالح العراق ولا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحراك لا يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لها مصالح في العراق وليس العراق فقط، له مصالح في العلاقة مع أمريكا. يعني اليوم العلاقة بين العراق وأمريكا مستفيد منها العراق فقط. الولايات المتحدة الأمريكية لو مقتنعة إنه العراق مو مع إيران أو بعض الفصائل المؤثرة بالعراق مو مع إيران ما عندها مشكلة، هي ما تريد يكون بخانتها فقط، لكن هي عندها معلومات دقيقة على إنه فصائل عراقية مهمة قد تشكل خطر عليها وعلى مصالحها بالعراق، قد تشكل خطر على أصدقائها وحلفائها في المنطقة. لا، هو هذا هو تهويل الأمر بهذه الطريقة هو مقصود بحد ذاته لتصوير إيران على أنها الدولة الراعية للإرهاب، مثل ما تحدث الضيف اللي اسمه من عمان يمكن هو يتحدث، واللي تحدث عن إيران دولة الراعية للإرهاب وعن إيران الجائعة وعن إيران وكأننا نتحدث من بيانات القيادة العامة القوات المسلحة بالثمانينات، الانتصارات بالخفاجية والوشوش وهي القتلى عندنا بالآلاف، وبيانات القيادة تقول اليوم عندنا إنترنت وعندنا فضائيات ونعرف إيران واكتفاءها الذات الزراعي وغيره. لذلك دكتور غازي تحدث عن وصف الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. لا لا، هو تحدث ما تحدث عن وصف، تحدث عن رأيه. مثلا هو تحدث، هو يقول ما هي المبررات، مثلا المبررات لأنه يمتلك حزب الله 150,000، لم يقل أمريكا تقول ما هي المبررات. هو يتحدث عن رأيه، عن وجهة نظره. أنا أضرب مثل به، ما أريد نحول ما يخالف، لكن ماكو خشية عن الدكتور غازي عندي عند الناس عند من ماذا خشية من شنو؟ من استخدام الأراضي العراقية لإطلاق صواريخ بالستية وغير بالستية من قبل الفصائل العراقية لضرب إسرائيل، لضرب دول عدها. عفوا، إسرائيل عدو للعراق، عدو للعراق الدولة وللعراق الشعب وللعراق المؤسسات، بس مو بحالة حرب. والعراق عدو لإسرائيل، إسرائيل تشخص تصنف العراق مو بحالة حرب مع إسرائيل. هاي قضية منفصلة، أضرب لعيون إيران، أضرب إسرائيل لعيون إيران. أما العراق هذا ما أبلغ به، أبلغ ويبلغ دائما العراق، يبلغ إيران ويبلغ أمريكا ويبلغ كل دول العالم ودول الجوار أن الأراضي العراقية لن تكون منطلقا لأي طرف لمهاجم من طرف آخر. هاي بأيام السيطرة على الأزمة، لكن إذا صعدت الأزمة وصار صدام. لا، أولا اليوم إحنا حينما نتحدث عن الفصائل التي تتحدثون عنها، هذه الفصائل جميعها هي أصبحت جزء من هيئة الحشد الشعبي. ثانيا، هذه الفصائل بعضها توجهت باتجاه العمل السياسي واصبحت لها اجنحه سياسيه واضحه. زين. هذه الاجنحه السياسيه اليوم هي مشاركه في الحكومه. هذه الحكومه كما هي الحكومات السابقه طبعا، ولكن هذه الحكومه بشكل واضح هي حكومتنا. وبالتالي لن نقدم على اي خطوه بدون قرار وموافقه واراده الحكومه العراقيه، لان جزء من هذه الحكومه الشرعيه يا دكتور غازي. تصويرنا على اننا جزء خارج عن هذه الحكومه ونمثل خطر لها، هذا هو الخطا. اصلا وجود هذه التشكيلات وهذه الفصائل في مؤسسات الدولة الرسمية عسكرية كانت أو سياسية هي الضمان لاستمرار الوضع القائم في العراق، وهي حامية للديمقراطية ومدافعة عنها. واليوم إذا تحدثنا عن العقيدة العسكرية والسياسية لنا ولكل أصدقائنا، هذا اللي لازم تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية يا دكتور غازي، ولازم تفهمه دول الناتو العربي، أنه هذا الخيار خيار عراقي بغض النظر إذا عندها تصورات أخرى أو عندها معلومات استخباراتية أخرى يا دكتور غازي. نعم، مؤكد مسألة السيادة العراقية، الاستقلال العراقي، القرار الوطني العراقي، هذه أمور لا يمكن المجادلة فيها أو معارضتها على الإطلاق. لكن في نفس الوقت هناك مشكلة أستاذ أحمد، خلال 40 عام من ظهور الجمهورية الإسلامية هي في حالة تصادم مع المجتمع الدولي، في حالة تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تتبنى استراتيجية للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. يعني هذه أمور لا نفتري عليها أو لا نفتري من خلالها على السياسة الإيرانية. أيضا حزب الله ظهر بال81 منظمة للمقاومة وحقق أيضا انتصارات مهمة، لكن مع الأسف اليوم حزب الله يتحول إلى دولة ضمن الدولة. هو خلينا بالعراق، هل تعتقد دكتور غازي خلينا بالعراق
خلينا من حزب الله ولبنان هم يحيرون مشاكلهم. هل تعتقد أن هناك من العراقيين من سيساعد إيران أو يستخدم الأراضي العراقية لمساعدة إيران في صدامها أو مواجهتها مع أمريكا أو الناتو العربي؟ قد يكون بعض المنظمات اللي تعلن عن ولائها لقوم ولائها أو استعدادها لتسلم القرارات من الجنرال قاسم سليماني. قد ممكن عندما تحصل المواجهة لا سمح الله تكون هذه المنظمات أداة من أدوات إيران في العراق، لكن في النهاية لا الصواريخ البالستية ولا القدرات العسكرية الموجودة عند هذه المنظمات أو عند هذه الكتائب لها علاقة بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأمريكا اليوم لا تحتاج العراق ولا الأراضي العراقية إذا ما حصلت لا سمح الله المواجهة مع إيران. تتذكر جنابك في 1991 هناك 50 قمر اصطناعي كان فوق بغداد، واليوم الأقمار الاصطناعية فوق إيران. يعني لا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لا المنظمات المسلحة ولا الكتائب حتى الحليفة لإيران في العراق من أجل الخوف منها أو مواجهتها عسكرية. ونتمنى أن المواجهة العسكرية لا تحصل، لكن أيضا اليوم إيران تعاني من مشكلات اقتصادية كبرى. وأذكر بحديث السيد روحاني أمس حول انخفاض سعر العملة، وأيضا أذكر بالوثائق والمستندات الرسمية، وأؤكد مرة أخرى هناك 35 مليون إيراني تحت مستوى خط الفقر. هناك مشاكل كبرى في إيران، العقوبات الاقتصادية تترك بصمتها على إيران بصورة جدا معقدة. انسحبت شركة رينو، شركة ديملر، شركة بيجو، شركة القطارات العملاق، شركات ألمانية. أيضا تبقى مشكلة داخلية إيرانية ممكن تعالجها إيران بطريقتها. والعقوبات مو جديدة على إيران دكتور غازي. إذا تسمح لي خلي أعود للسؤال دكتور حسان. يعني بالبراغماتية الإيرانية المعروفة بقدرتها على هذا التفاوض، بقدرتها على الصمود، بطبيعة العلاقة المتميزة لها مع العراق، ليش ما تفهم هذا تتفهم حاجة العراق للولايات المتحدة، طبيعة الحلف الاستراتيجي المفترض أن يكون مع الولايات المتحدة، وتطلق أو تسمح للعراق أن يتعامل مع الولايات المتحدة كما يتعامل معها؟ يعني أنا لا أمضي مع فرضية السؤال بالتحديد، لأن العراق مبتلع بشكل كامل من قبل إيران. يعني هناك القناعة الأمريكية، هذه القناعة الأمريكية، نعم القناعة الأمريكية قد الآن يعني بعض القناعات الأمريكية قد تمضي مع هذه الفرضية أستاذ أحمد، لكن بتصوري أن إيران مع ذلك يعني هي توازن، تدرك بأن هناك مصالح متبادلة ما بين العراق من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. وأيضا يعني فيما يبدو بأن الطرفين يريد أن يمضي بتوازن المصالح في الداخل العراقي، وهذا جزء من عملية الثقة. يعني في الوقت الذي أمريكا تصعد في قضية يعني إدراج الفصائل، خلي أوضح الفكرة أكثر، أوضح السؤال أكثر. هل ستسعى إيران للبراغماتية إلى التعامل بطريقة مختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني يتسلم الملف مثلا من الحرس الثوري إلى الخارجية، تتعامل بطريقة أخرى تتناسب تفيد العراق، العراق يستثمر هذا التحول الإيراني، تفهم قصدي؟ طبعا أنا من ناحية تحليلية أستاذ أحمد، أنا يعني بالضد من أنه قضية الملف العراقي انتقل من الحرس الثوري الإيراني إلى الخارجية الإيرانية. إيران محكومة بالولي الفقيه السيد الخامنئي، ولذلك نعم هناك خطوط قد تتصارع تتدافع، لديها وجهات نظر مختلفة، لكن أن نقول بأن الملف خلص انتهى من الحرس الثوري الإيراني وانتقل إلى وزارة الخارجية، هذا لن يكون يعني مو خلاص. نسبة تزيد مع الخارجية بالقياس إلى نسبة الحرس. لا أتصور ذلك. يعني لا أتصور ذلك. الموضوع هو يبقى يعني رهن هذه الدوائر مجتمعة يعني. هذا أول. الأمر الآخر يعني فيما يرتبط بما طرحته في السؤال.
مرة أخرى أعود إلى نقطة مهمة، إيران ستجد العراق هو المنفذ والذي سيخرجها من عنق الزجاجة مع الولايات المتحدة الأمريكية. شون؟ كثير شون؟ من القنوات التي يمكن أن تمر من خلالها إيران من خلال البوابة العراقية. أنا ذكرت لك بأن العراق أصبح مصدر ثقة للولايات المتحدة الأمريكية. هسه حتى لو تشوف يعني جزء من الحكومة مثل ما تفضل سيادة النائب أنه أكو فصائل مسلحة صارت ضمن الحكومة لديها وزارات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر فقط إلى هذه الجزئية وإنما تنظر إلى أبعد من ذلك، ومن ثم ستجد في هذا الجانب يعني فرصة، يعني بالنسبة للولايات إيران تجد في هذه في هذا الجانب فرصة مهمة لأن يكون العراق هو طوق النجاة أو البوابة الأوسع للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مؤشرات كثيرة تدلل على ذلك. هذا التصعيد سينتهي يعني، وأتمنى أن يكون العراق هو المساهم والماء الذي تطفي النار يعني في المنطقة. أرجع السؤال اللي سألتك يا رحمة، عدة مقومات العراقية يلعب هذا الدور؟ عدة مقومات ولديه فرص كبيرة اليوم. الجمهورية الإسلامية بالتأكيد الحصار مؤذي ومتعب ومؤلم، والعراق بإمكانه أن يلعب دور كبير في تخفيف آثار هذا الحصار على الجمهورية الإسلامية. في نفس الوقت أمريكا بحاجة إلى خلينا نسميها لغة تفاهم مع العدو المفترض اللي هو إيران، والعراق هو أعتقد بإمكانه أن يكون أكثر من يجيد هذه اللغة كعنصر تجسير ما بين المحورين المختلفين. أي أمريكا ما عادة ما تتفاهم، بس تتفاهم مع إصلاحيين معتدلين، بتتفاهم ويا حرس ثوري. أمريكا تعرف أن إيران مثل ما قال الدكتور هي محكومة بالأخير من قائد الثورة، شخص ولي الفقيه، وكل المؤسسات العاملة لديها حرية التحرك ولكن تحكم بالنتيجة برأس واحد. لذلك أنا بس أحب أعلق لأن الوقت شوي ضيق فيما يتعلق بملف الخارجية والحرس الثوري وكذا والملف العراقي. هو فريق واحد، فريق منسجم، كان المهاجم ميسي ودخلوا رونالدو حتى يصيرون اثنين مهاجمين. هاي مصر انه برشلونه وما ادري شنو قصدي. اثنينهم كفوين هسه، ما ادري يا اللي يلعبوا ميسي برشلونه يعني اثنين لاعبين كفوين راح يتعاونون على التهديف، فصير الاهداف اكثر ويصير الفوز محقق بنسبه اكبر. هل تقصد الحرس الثوري ولا دخول الخارجي على الخط المباشر؟ هذا دعم يعني، هو ليس تبدلا للادوار. منو ميسي؟ ظريف لو قاسم سليمان. منو ميسي حتى اعرف كريستيانو؟ ما لقيت غير المثل. الخارجيه راح تكون واجهه كل ما يعني ذكر. اي بس اكو وصف امريكي قاسي للخارجيه والبومبيو تحديدا للسيد ظريف سما واجهه لامور لانه باعتبار متاذين من عدل، لانه اذا حقق انتصارات فطبيعي يوصف اوصاف مؤذيه. هي الولايات المتحده خايفه من هيك خطاب. شوف نائب عراقي دافع عن ايران ويحب ايران وبنحكي عليه يبتسم، وشن يحكي عن العراق؟ حتى بنحكي عن امريكا يبتسم واقول عندنا مصالح مشتركه مع الولايات المتحده الامريكيه وعندنا اتفاقيه طار استراتيجيه يجب المحافظه عليها وتفعيلها. فهموا امريكا هيجي ونتحدث وياهم بالايراني وبالفارسي وبالانجليزي وبالعربي، وبعض الاخوه يتحدثون بالتركي وشكل لغه نفهمها نتحدث بها، بس هم يبدو لو ما يفتهموا لو ما يريد يفتهموا. احنا عراقيين طول الفيسبوك شباب العراق. طول الفيسبوك ماكو فيسبوك. لا تخلي استغل الوقت واختم ويا الدكتور غازي حول قراءتك واستقرائك لهذه الجوله المكوكية راح يجريها بومبيو بعد شهر من جولته السابقة. نعم أكيد هي مهمة تماما ضمن إطار إيضاح طبيعة العناصر أو المكونات الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وتجاه الشرق الأوسط، تعزيز التحالفات وأيضا تأكيد الشروط الأمريكية على إيران. وأعتقد أمام إيران فرصتين، ممكن تكون هناك فرصة إذا ما نجح التيار المعتدل في داخل إيران أن يذهب باتجاه الحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والقبول أو الإذعان بالشروط الأمريكية، بمعنى تغيير نمط السلوك السياسي
السياسي الإيراني، أو نذهب إلى التشدد اللي يقود الحرس الثوري الإيراني بمعنى المواجهة، إطلاق الصواريخ، التصريحات النارية من الجنرالات الإيرانيين اللي نسمعها هنا وهناك. ماذا لو فشل بومبيو في هذه المهمة؟ هو البارحة عبر عن خشيته أن يقيل الرئيس ترامب بتغريدة مثل ما قال بريت ماجور. كل شيء ممكن، لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات، وممكن يأتي وزير خارجية أمريكي آخر أكثر تشددا من بومبيو تجاه إيران، ولا ننسى مستشار الأمن القومي الأمريكي اللي هو أكثر تشددا من بومبيو تجاه إيران. موضوع الموقف من إيران أصبح واضح تماما، دعم إيران للمعارضة للقوى السياسية الإيرانية في الخارج في الداخل، رؤية أمريكا لمستقبل إيران اليوم واضحة. أما أن تتغير إيران، أما أن تعزف عن فكرة أو نظرية تحقيق دولة العدل الإلهي العالمية ومواجهة العالم، أو تتحول إلى دولة طبيعية السياسية لتعبر عن لا كل الخطابات الرسمية الإيرانية بطلت منها، موضوع تصدير الثورة وغيره بطلوا منها، كانوا يسولفون فيه قبل بالثمانينيات. أنا أريد أشكرك الشكر الجزيل دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، على هذه المشاركة. وأشكر دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، وكذلك عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الأسد. شكرا جزيلا. شكرا لكم، أشوفكم باكر إن شاء الله.